انفصلت اسبوع انبسطت؟ قلي. ليش هيك عملت؟ انا حدا كتير سيء اخي، انا حدا كتير سيء. شو يعني؟ شو قصدك يعني؟ قلي. خليني اقلك مين السيء. الشخص السيء يلي بيأذي الناس بدون اي سبب، يلي بيأذي حيوانات صغيرة معاملت له شي، يلي بيعمل هدول بيكون قلبه من جوا اسود، ما بيكون في بقلبه رحمة. تعرف شو يلي بيخليهم الناس سيئين؟ لانه بعد كل شي سيء بيعملوه ما بيزعلوا ابدا، ما بيحسوا هالاحساس كله، ما بيعرفوه. طلع على حالتك انت، شايف حالك سيء؟ ها؟ أنا إمتى رح أتحسن أخي؟ قلي، إمتى رح أرتاح بقى؟ تمرق، والله بتمرق، بوعدك رح تمرق، وعد أخي. خلينا نتفق سوا على شغلة، ممكن من اليوم لما تنزعج من شي تجي بتخبرني لإلي، رح تفش خلقك فيني، تضربني إلي ما بتضرب حدا تاني، بتضرب أخوك، عم تفهم؟ رح تفرغ كل غضبك فيني، تمام؟ ماشي، فهمت؟ تمام، كل شي حيكون منيح. تمام. ما سمعت؟ تمام. يلا لك، اتركني اتمشى شوي اخي، حابب ضل لحالي. اتمشى بس انتبه. تمام. صبري، تعال شوي، قول لجانان تساعدني بالشغل، ما رح لحق. جانان طلعت هلا؟ لوين راحت؟ من شوي اجيت. اوه، ريحة الاكل بتشهي والله. قلي لي شو بدك لساعدك؟ ظريفة؟ ظريفة؟ أهلين يا خانم. بدي أسألك سؤال، أكيد أنت اللي نظفتي مكتب فوزي بعد الحادثة، ما هيك؟ إيه نظفته بعد ما رحت الشرطة كرمال ما تشوفيه. شكراً لك حبيبتي. بدي أسألك عن شيء، كان هاتف فوزي هنيك؟ لأنه في ذكريات. ما قلت لك أنا؟ نسيته. لقيتي شيء؟ إيه لقيته، وكتير آسفة بس لأنه كنا متوترين نسيت. ليكو هون. والله يا نورتان خانوم، كان بمكان مستحيل تلاقيه بسهولة، بمكان مخبى. يا ربي دخيلك، مو عارفة وين حطيتيه. هلا من لاقيه بيكون بمكان تاني، لا تقلقي. لا كان هون، أنا حطيته بإيدي هون، كان هون. إيه؟ ما لقيتيه يعني؟ لا ما له هون، يعني شو هالحكي هاد؟ على الأغلب ضيعتيه. وين بده يكون راح؟ معقول مانك متذكرة وين حطيتيه ظريفة؟ هاي جانان بتكون أخدته. شو؟ خلص مو مشكلة، تمام، المهم لاقي لي إياه بأسرع وقت. رح دور لك عليه وجيب لك إياه. ظريفة انتبهي، المرأة إلا ذكريات كتير فيه، دوري منيح بتلاقيه، ما بيصير الحكي هذا. صبري أنا مو ناقصني، ما لقيته وين رح يكون يعني؟ شو بيسوى هذا التلفون؟ وفي هاد بدي بيعه كمان، يعني خود الاثنين هدول وعطيني واحد جديد. طيب ماشي، موافق. تمام، شكرا كتير إلك. شوف ابني، هاي أرض الفندق كانت هون، يعني من اليوم هاد صار كيليش صاحب هذا الشجر كله. هلأ هو مفكر إنه صار كل شي لصالحه. إنك تعرف الطريق غير إنك تمشي فيه، في كتير فرق. كل شجر الزيتون اللي هون عضوي، يعني كل دواء الزيتون هذا عضوي، وهو بيضمن هذا الشي لمديرية الزراعة وحتى لزباينه. شو يعني؟ بالعادة
لحتى يتأكدوا من هذا الشيء بيبعتوا فريق ليفتش ويتأكد، وكمان وقت رش الدواء هنن بيجوا ليتأكدوا إذا عم ينحط مواد ممنوعة فيها ولا لا. المعنى بوحدة من عمليات التفتيش المهمة هي يلي بأراضي كيليش، إذا لقوا دواء ممنوع شو بيصير يا ابني؟ ما بيقدر يبيع ولا حبة وبتبطل أرضه مهمة. صح، مفهوم بابا. القصة صارت عندي، لا تاكل هم شي. تمام، وساق فيني. شوفي ابني مبين مزعوج، ليش؟ قصة الدين خلصت خلص. شكلك مزعوج لأنه آيلة بدها تروح. إذا بدها تروح ما فيني إجبرها تضل هون. أساساً إذا قدرت تجبرها لآيلة عشي ما بتضل. هيك رأيك؟ هاي الحقيقة يا عمي.